MDJS, faire gagner le sport. متابعي موقع لو ماتان سبور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإخباري اليومي غيداك سبور. والبداية مع أهم العناوين: غياب العديد من لاعبي الوداد عن استعدادات الديربي، منحة خاصة للاعبي الرجاء بعد التعادل مع المغرب التطواني، لقجع ينافس بقوة على عضوية الفيفا، أشرف حكيمي ضمن أفضل أظهرة العالم في 2024، وريال مدريد يضع عينه على نجم المنتخب المغربي. إلى أبرز التفاصيل. سيغيب 7 لاعبين من الوداد الرياضي عن أول حصة تدريبية استعداداً للدربي البيضاوي ضد الرجاء بسبب التزامات مع منتخباتهم أو الإصابة، حيث غادي يشارك جمال حركاس وسيدي بونعمار مع منتخبي المغرب وموريتانيا في التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، فيما غادي ينضم المهدي مبارك، محمد مفيد إسماعيل المترجي، ووليد ناسي للمنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق. كما غادي يغيب معاد أنزو بسبب الإصابة، وغادي تستمر غيابات اللاعبين حتى 19 من نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي. منح مدرب فريق الرجاء البرتغالي ريكاردو سابينتو عطلة استثنائية امتدت لثلاثة أيام للاعبي الفريق الأخضر بعد التعادل الأخير أمام المغرب التطواني برسم الجولة 10 من البطولة الاحترافية إنوي، والتي أقيمت على ملعب ثانية أرمل يوم السبت الماضي. وعلى صعيد آخر، يستعد الفريق للعودة إلى التدريب الجماعية غدا الأربعاء، حيث سيواصل الفريق تحضيراته للعودة لمنافسات البطولة الاحترافية عبر مباراة الديربي البيضاوي أمام الوداد. يخوض فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سباقا قويا على عضوية مجلس الفيفا ضد المصري هاني أبو ريدا والنيجيري أمادو بينيك. وفي انتخابات الكاف، يتنافس التونسي حسين جناح مع الجزائري وليد صادي على مقعد منطقة شمال إفريقيا في المكتب التنفيذي، ويغلق اليوم الثلاثاء باب الترشح لمقاعد المكتب التنفيذي للاتحاديين الإفريقي والدولي لكرة القدم. كما قدم الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي ترشحه لرئاسة الكاف، وغادي تعقد الجمعية العمومية للكاف يوم 12 مارس 2025 في القاهرة، حيث سيتم الحسم في المناصب القيادية. إلى أخبار محترفين المغاربة، إذ اكشف تقرير رياضي عن تصنيف الدولي المغربي أشرف حكيمي كأحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، حيث جاء في المركز السابع في قائمة أفضل الأظهرة في الدوريات الخمسة الكبرى هذا الموسم. ووفقا للمركز الدولي للدراسات الرياضية، فقد حصل أشرف حكيمي على تقييم بلغ 84.4 من أصل 100 درجة، مما يعكس مستواه العالي في المنافسات الكبرى. وخلال الموسم الحالي، قدم حكيمي أداء مميزا مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة من أصل 16 مباراة خاضها في جميع المسابقات. والختام غادي يكون مع الدوري الإسباني، إذ رشح الدولي المغربي نايف أجريد للانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكد موقع إسباني أن أجريد الذي تألق مع ريال سوسيداد هذا الموسم يعد من بين أفضل مدافعي الليغا، ويملك المقومات اللازمة للعب مع الفريق الملكي، ويأتي ذلك في ظل إصابات دفاع ريال مدريد، حيث سيغيب إيدير ميليتاو ودافيد ألابا عن خدمات الفريق الملكي. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء. MDJS, faire gagner le sport.